قبل انتصاف الليل بقليل. عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تدخل مدينة رام الله باتجاه بلدتها القديمة. الهدف هدم منزل يعود لعائلة الفروخ بتهمة أن ابنها إسلام خطط ونفذ عمليتين في القدس العام الماضي قتل خلالهما مستوطنان. البيت هذا بنى في سنة 1990 تقريبا. تعبنا احنا والوالد، الله يرحم الوالد تعب فيه لما بناه، واحنا تعبنا فيه كمان بناه. سياسة العقاب الجماعي هاي انا بنصح الاحتلال ما يستمر فيها، لانه من 70 سنة وهو يمارس هاي السياسة، لا تسمن ولا تغني من جوع. الجيش الإسرائيلي نشر صورا لعملية تلغيم المنزل ثم تفجيره تنفيذا لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي. الذي يجري هو إعادة احتلال كامل للضفة الغربية، سواء كان ذلك منطقة ألف، منطقة باء، منطقة جيم. واضح تماما أن هذه الحكومة في إسرائيل تعيد احتلال كامل مفاصل الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة بين الجيش والفلسطينيين الذين حاولوا منع عملية الهدم. هذا الركام يضاف إلى ركام قرابة 60 منزلا هدمها الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام، في خطوة يراها الفلسطينيون عقابا جماعيا تطال أبسط حقوق الإنسان. من منزل الفروخ في رام الله التحتة، خالد القاسم، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.